السؤال عن حكم ضرب الرجل امرأته فصل وقدحاء. نعم تقدم أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا، ويجوز إذا احتاج إلى أن يؤسدها تأديبا، أما ضرب المبرحاء أن يضربها حتى يخضر جلدها أو يعني ربما يشق اللحم، فلا هذا أمر لا يجوز، وهن يعني يعتبرن أسيرات، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك هذه المرأة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آية من آيات الله. ربما يكون الرجل من المشرق والمرأة من المغرب، أو الرجل من اليمن والمرأة من الشام، وتجد المحبة بينهم تعتبر آية من آيات الله. فأنا هذا الذي قلته يا إخوان، حذاري حذاري أن تنفروا عن الخير وأن تنفروا عن السنة في سوء المعاملة، والله المستعان.